زيادة إنتاج منظمة أوبك للنفط وتباطؤ الطلب في السوق عاملان سيؤديان إلى تحول في سوق الطاقة هذا العام، هذا ما أعلنته يوم الخميس وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري. وقالت الوكالة أن هذه العوامل المجتمعة أدت إلى احتياطي عالمي من 1,000,000 برميل يوميا خلال الربع الأخير، كما أعلنت عن أن توقعاتها للعام الجاري لن تتغير.